على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، نظم عدد من النشطاء من مختلف دول العالم وقفة تطالب بالتخلص من الألغام التي خلفتها الحروب والنزاعات المسلحة. وأكد النشطاء أن هذا الملف يحتاج إلى تضافر جهود الدول والمؤسسات الدولية المعنية والمهتمة بإزالة الألغام حفاظا على شعوب تلك المناطق والتخلص من الآثار السلبية لتلك الظاهرة التي ما زالت بعض المدن تعاني من آثارها. كما وجه المشاركون رسالة إلى زعماء العالم المشاركين في كوب 27 للمضي قدما نحو تحقيق خطوات فاعلة للتخلص من أخطار تلك الكارثة.